السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم مطبخ ام ياقوت. اليوم ان شاء الله وصفه جديده كيف العاده. غادي نقدم لكم فطائر المقلاة السائله ببيضه واحده خفاف، كيجيو مهوين ومسفنجين. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات ديال هاد الفطائر هادو الاقتصاديين، واللي دغيا كيوجدوا معنا بدون دلك بدون عناء. تقدموهم هكا الفطور او للقوتي او للمائده الرمضانيه. لاول مره كتشوف القناه ما تنساش تشترك عندي في القناه وتفعل زر الجرس باش توصل كل جديد. ندوزوا المقادير. على بركه الله، عندي هنايا زلافه ديال السميده. انا هنا درت زلاف يعني كبارين، تقدروا ديروا زلافه صغيره متوسطه، يعني تعبروا بنفس زلافه نفس القياس ديال السميده والطحين. عندي زلافه السميده، عندي زلافه ديال الدقيق فورس، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره، عندي معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال العسل، واحد البيضه، وعندي هنايا كاس الا ربع ديال الحليب، وعندي هنا واحد الساشي ديال خميره الحلويات. واللي بغات تعبر بالكاس تعبر يعني جوج كيسان ديال السميده الرقيقه وجوج كيسان ديال الدقيق فورس، يعني الكاس ديال العنبه. كنغربلو هاد الطحين كيف ما كتشوفوا، كندير يعني جميع المكونات مع بعضياتهم. الخميره كنضيف الملحه، الخميره ديال الدار او الخميره الفوريه يعني، والعسل، الحليب، وهذيك البيضه. كندير المقادير كامله مع بعضياتها وكنخلطو بالما يكون دافي على حسب الجو. دابا الجو بارد، انا درت الماء دافي، والحليب اكتفيت به هكاك عادي لان الماء غادي يكون دافي. صافي كنخلط كلشي مع بعضياته، وكنخلط غير بالفوي ديال اليد كيف ما غتلاحظوا معايا في لا فيديو. واللي بغات تستغنى على الحليب تقدر ما ديروش، دير غير الماء. الحليب اختياري، اللي ما عندهاش ما ديروش. صافي كندير هنايا جوج كيسان ديال الماء وكنخلط. تقريبا هز معايا أربعة الكيسان يعني على حسب نوعيه الطحين، كاين الطحين اللي كيتشرب أربعة كيسان حتى لخمسة الكيسان كيف ما غتشوفوا معايا. كنخلط في الاول، كنخلط غير بالفوي ديال اليد حتى كتجانس معايا ديك المقادير كامله. من بعد كنستعمل الميكسور او الخلاط الكهربائي، يعني نتوما اللي بغيتو. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنخلطها مزيان. تقريبا هزات معايا خمسة الكيسان ديال الماء البنات، لان الكميه شويه عندي كثيره، الزلاف عندي كبارين، تقدروا نتوما تحتاجوا غير ربعة الكيسان. صافي كنميكسيهم مزيان بالميكسور اولا كنديرهم في الخلاط الكهربائي، الخلاط ديال العصير. فهاد اللقطه هذه كيسحب ليا كنصور، ولكن توقفت ليا الكاميرا. صافي البنات، مني كنميكسيهم مزيان كنخليهم يخمروا واحد 20 دقيقه، كنغطيهم ببلاستيك غذائي وكنخليهم يخمروا، وكنتحصلوا على هذا الشكل هذا. كيولي القوام ديالو ثقيل، كنحاول نخلطوه باش نخرج منه داك الهواء. صافي كنسخن المقله ديالتي، كندهنها بالزبده اولا بالزبده مخلطه مع الزيت، اولا الزيت بوحدو لكم الاختيار. كنحاول ندير واحد المغرفه تكون كبيره عامره، يعني اكثر من القياس ديال البغرير الا بغيناهم يجيو هكا مسفنجين من الداخل ومهويين. كنعمروا المغرفه يعني باش يجيونا رطبين وما يجيوناش هكا قاصحين، يعني ضروري تعمرون المغرفه البنات، ولا حسب عاوتاني كل وحده والمغرفه ديالتها. الا كانت المقله شويه متوسطه راه غديروا جوج مغارف. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا، من بعد كنقلبهم وهما مازالين خضرين من الفوق، ما نخليهمش حتى كينشفوا البنات باش كيجيونا هكا رطبين وكيجينا مسفنجين من الداخل. هذا حتى هو سر من الاسرار باش ينجحوا معنا هاد الفطائر. والعافيه البنات تكون ناقصه، ما تكونش يعني عافيه اللي مجهده باش كيطيبوا على خاطرهم. من بعد كندهن المقله مجددا، يعني كندهنها في كل مره كندهنها باش كيجي داك اللوين ديالهم محمر. غير كتشد راسها. صافي كنقلبها، وواحد الطريقه اخرى كنديرها باش كيجيني محمرين، يعني كنهز الفطيره وكندهن المقله في نفس الوقت وكنقلبها باش كيجيونا محمرين من الوجه ديالهم. تقدروا ترشوا عليهم الزبده من الفوق تكون دايبه الا ما بغيتوش ديروا هذه العمليه هذه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الفطائر ديالي كاملين. وطريقه التحضير ديال هاد الفطائر راه كتلعب دور كبير في نجاحهم، راه ماشي غير المقادير اللي خاصهم يكونوا مضبوطين، راه حتى الطريقه كتلعب دور كبير. لهذا تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا اكثر فاكثر. اللي وصلت معايا لهاد النقطه ما تنسانيش من واحد لايك للفيديو،
الى عجبها المحتوى ديالي طبعا دير لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشارك عندي، مرحبا والف مرحبا به. شاركوا هذا الفيديو هذا باش تعمل الفائده، راه كيجيو هاد الفطائر شهوه منهم وكيجيو رطبين وخفاف، ما تشبعوش منهم. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي هاد الكميه ديالتي كامله، راه كيخرجوا لي واحد الكميه اللي لا باس بها كيف ما غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا الكميه ديال هاد الفطائر، ومازال معايا وحده في المقله، كميه اللي لا باس بها كيف ما قلت لكم. وهذا هو الشكل النهائي، تبارك الله رطب سيل عامر. ذوبت الزبده مع العسل ودهنتهم هكا من الفوق، كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكنتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه ديالكم. اللي فطائر الاقتصاديين ومقادير يعني متوفره في كل البيت كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجيو خفاف ومهوين مسفنجين من الداخل، كيجيو شي حاجه شهوه منهم البنات. وما تنساونيش البنات من داك اللايك فضلا وليس امرا، ديروا لايك الفيديو. واللي عجبتها هذه الوصفه تخلي لي واحد التعليق، واخا غير ديك البصيمه انا محتاجه ليها. وشاركوا هذا الفيديو هذا مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كما كتشوفوا معايا راه كيجيو هكا مسفنجين من الداخل. وانا متاكده انكم لا جربتوهم غادي تنجح معكم الوصفه 100%، وغادي نخلي لكم المقادير دائما في صندوق الوصف باش غديروا كوبي كولي الوصفه وتلقاوها يعني تحتاجوها، او سجلوها عندكم في المذكره ديالكم، راه غادي تنفعكم بزاف في الشهر الفضيل وفوقت الكوتي اللي في بعض المرات كنحيروا اشنو نديروا للكوتي او للفطور. الا بغيتوا بحال هاد الوصفات هادو السهله والسريعه خليوها ليا في التعاليق، غادي نزيد مازال يعني نعطيكم اكثر واكثر. ما عليكم غير توصلوا فيديو لاكبر عدد من اللايكات باش يطلع وتعم الفائده. كنضرب لكم موعد لفيديو قادم وصفه جديده بحول الله، دائما مع السهل والسريع والوصفات الاقتصاديه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء الى وصفه جديده بحول الله.